هاي everyone، عاملين ايه؟ انا رندا غيث. النهارده عايزه اتكلم معاكم في الفيديو ده عن حاجه مهمه جدا. طبعا كل بنت سر جمالها في شعرها، والبنت لو عندها مشكله في شعرها سواء متقصف او ما بيطولش او خفيف شويه او فتلته مش ناعمه، دي حاجه بتضايقنا كلنا، لان احنا طبعا عارفين ان هو زي ما بيقولوا يعني كده زمان ان الشعر ده تاج على راس كل بنت، فلازم تكون مهتمه بيه كويس جدا. بس اوحش حاجه بغض النظر بقى عن ان هو ممكن يكون شويه هايش او ان هو ممكن يكون متقصف من تحت، اوحش حاجه ان اصلا ما يبقاش فيه شعر في الفروه، ان تكون فروتك فيها مناطق فاضيه ومناطق فيها شعر. الموضوع ده بيضايق جدا، لو حابه تجيبي شعرك يمين او شمال فبتتضايقي لما بتلاقي فيه حتت عندك فاضيه وفيها فراغات. انا النهارده معايا وصفه حلوه جدا جدا، هي ممكن يعني تضايقنا شويه عشان ريحتها مش احسن حاجه، مش الطف حاجه، بس في الاخر هتجيب النتيجه اللي احنا كلنا مستنيينها. السر كله في التوم. انا عارفه ان التوم ريحته مش حلوه، وانا عارفه ان التوم بيضايق وممكن يطفش ناس كتير من حوالينا، بس احنا هناخد الحلو منه ونحاول نقضي على ريحته بسهوله جدا. الموضوع مش صعب خالص. بس قبل ما نعمل الوصفة أنا حابة أقول لكم إن التوم فيه فيتامينز كتير جدا، زي بي 6 وكمان فيه فيتامين سي وكمان فيه نسبة كالسيوم، والكالسيوم ده بيكون أحسن حاجة للشعر عشان هو اللي هيحفز نمو الشعر في فروة الراس، هو ده اللي هيساعد إن الشعر يطول. بس التوم مش هستخدمه لوحده مع فروة راسي، لأ، أنا هحط كمان معاه زيت زيتون. زيت زيتون كلنا عارفين ان هو مفيد جدا للشعر، سواء ان هو يطول الشعر او ان هو يساعد على ان يكون في نمو شعر جديد في فروه راسنا، يعني الحته الفاضيه بيتنبت فيها شعر جديد، وكمان بيساعد على نعومته وان هو بيطريه. احنا ممكن اصلا نستخدم زيت الزيتون بديل عن البلسم، ممكن بعد ما تخلصي الشامبو تحطي شويه زيت زيتون، بس ما تحطيش كتير، بس تبقى حاجة بسيطة كده على شعرك عشان ما يلزقش، لان هو تقيل جدا وكثافته عالية فممكن يلزق الشعر، فانت بتاخدي منه بس نسبة بسيطة جدا بعد الشامبو وبتستخدميه زي البلسم. بس احنا النهاردة مش عايزينه بلسم، احنا النهاردة عايزينه ان هو يطول ويتقل الشعر في المناطق الفاضية. فاحنا هنحط الزيت زيتون على التوم، وبعد ما نحطه على التوم هنسيبه يتنقع لمدة 10 أيام، مش هنيجي ناحيته خالص. معلش نستنى ونصبر شوية، بس يعني علشان في الآخر يجيب نتيجة فعلا حلوة جدا، وكل البنات يعني بتتمنى ان يبقى دايما شعرها تقيل، فنستنى كده يعني، لان الشعر ده مش في يوم وليلة كده وقع من دماغنا، يعني هو اكيد خد فترة وخد سنين، فاحنا يعني هناخد برضو فترة شوية طويلة علشان ايه التوم وزيت الزيتون يجيب نتيجة. لازم نستمر على الماسك ده ما يقلش عن 4 لـ 6 شهور، ما يقلش عن كده خالص، وبعد كده هتلاقوا نتيجة حلوة جدا. وأصلا النتيجة هتبان قبل الـ 4 شهور دول، النتيجة هتبان من أول شهر، لأن التوم مفعوله كبير جدا جدا جدا. فأنا دلوقتي هوريكم احنا ازاي هنستخدم الوصفة دي لشعرنا. دلوقتي هوريكم ازاي هنعمل الماسك ده. احنا معانا هنا فصين توم، احنا لكل فص توم هنحط معلقة زيت زيتون واحدة بس، فانا هنا معايا 2، يبقى هحط ايه، معلقتين زيت زيتون، دي طبعا مش معلقة، دي اقل كده، يعتبر معلقة ونص، وشوية كمان كده معلقتين، وهنقلبهم كويس في بعض ونحس ان التوم مغروس كويس جدا في زيت الزيتون، ما ينفعش يكون اكتر من الزيت، لان هو لازم يتنقع فيه، لازم يتساب فيه، فما ينفعش يكون التوم اكتر. فعشان كده قدام كل تومة هنحط معلقة زيت زيتون، فانا معايا هنا 2 تومة حطيت عليهم معلقتين زيت زيتون، فتقريبا كده زي ما انتم شايفين الكمية مناسبة والتوم منقوع في الزيت. الفكرة كلها بس في الصبر، ان احنا بس نسيبها 10 ايام وبعد كده نرجع نستخدمها تاني. بتاخدي التوم وبتفركيها كده في فروة راسك، يعني مش بس بتحطيها على شعرك من فوق، لا، التومة نفسها بنقعد ندعكها في فروة الراس كويس جدا، والأويل والزيت الزيتون نفسه بيبتدي بقى ايه يتغلغل في فروة راسك وفي منبت شعرك، ف
فده بيساعد ان الشعر يطول. وممكن في الاخر خالص بعد ما بتخلصي تعملي على شعرك شوية كده بزيت الزيتون علشان يطريه، بس زيت الزيتون بيغمق لون الشعر. لو واحدة شعرها فاتح او عاملة هايلايتس في شعرها او اي حاجة ما تستخدموش على الالوان دي، لان هو بيغمق لون الشعر، فهتجيب نتيجة عكس اللي انت عايزاها خالص. يعني هتجيب ممكن نتيجة اللي انت عايزاها، بس قصادها هتلاقي حاجة ما كنتيش مستنياها. فخلي بالكم كويس جدا من المعلومة دي. زي ما قلنا ان الريحة وحشة وصعبة جدا، فاحنا عايزين نقضي عليها. فهقول لكم على سبراي حلو جدا نعمله في البيت وسهل ومش مكلف خالص، بالعكس هو كمان هيبقى مفيد جدا للشعر وهيقضي على الريحة تماما. بعد خطوة الشامبو طبعا، وبعد ما عملنا بالبلسم، بعدها هنعمل السبراي ده، وبعدها هيقضي على الريحة تماما. احنا كل محتاجينه مية واي زيت عطري عندك، ممكن زيت ورد او نعناع او جوز هند، اي حاجة، او لافندر، اي حاجة انت بتحبيها. ولو مفيش الحاجات دي انت ممكن يكون عندك مية ورد، ممكن تحطيها في بخاخة لوحدها وبعدين تستخدميها لشعرك، بس يعني يفضل ان انت ايه تخففيها بشوية مية، عشان انا ما بحبش مية الورد تبقى دايركت كده على الشعر، بحب شوية اكون مخففها بمية. فانا دلوقتي هوريكم ازاي هنعمل السبراي ده لشعرنا، وعلشان نقضي على الريحة الوحشة جدا. بخاخة دي اهم حاجة، انا بس مالية نصها مية، هحط عليها شوية، انا معايا هنا زيت جوز هند عشان انا بحب ريحته قوي، يعني بالنسبة لي ده بيبقى احسن حاجة، بس مش هحط زيت كتير علشان يعني شايفين الفرق، مش هحط كتير قوي، يعني مش قد كمية المية، لا حاجة بسيطة جدا، علشان لما بنزود الزيت وهتيجي ترشيه على شعرك هيبتدي يلزق وهيبهدل الدنيا، وانت محتاجة ان انت ترشي كمية كويسة بس زي ما انتوا شايفين كده. بعدين بقى نرجها كويس جدا بس، وده احلى سبراي ممكن تستخدميه لشعرك. بعد ما عملنا السبراي ده انا حابة اقول لكم انه هو مش شرط علشان بس احنا عملنا الماسك بتاع التوم ده لشعرنا نستخدمه، بالعكس السبراي ده هيبقى حلو جدا لشعرك، انت ممكن تستخدميه في اي وقت. ممكن كمان تستخدميه قبل ما تعملي شعرك وتعرضيه للحرارة وسشوار والكلام ده. الحرارة طبعا احنا عارفين قد ايه هي مؤذية للشعر، فانت بتبقي محتاجة طبقة تعزل شوية الحرارة، فزيت الزيتون بالذات عشان انا حطاه، فده هيبقى حلو جدا، هيديكي ريحة وهيعزل الحرارة عن شعرك. فانت ممكن ترشي، بس طبعا خلي بالك ان انت ترشي بنسبة بسيطة جدا علشان ما تحسيش ان انت شعرك ملزق، لان الزيوت دي بتبقى تقيلة، فهي ممكن تلزق لك شعرك وفي الاخر تضطري ان انت تروحي تغسليه من اول وجديد. عشان كده احنا حطينا نسبة زيت قليلة جدا على كمية المية دي. السبراي ده كمان ممكن تستخدميه وتعتمديه عندك في حياتك، ان هو يبقى روتين بعد الشاور على طول، حتى لو انت عاملة الماسك او لو انت مش عاملة، ممكن تستخدمي السبراي ده وهيفيدك، هيخلي شعرك ريحتها حلوة مع ريحة الشامبو، هتحسي دايما فروة شعرك فيها انتعاش، ريحتها حلوة جدا. ممكن تستخدميه كمان قبل ما تخرجي، لو انت خارجة وعايزة شوية تظبطي شعرك وكده بتحطي عليه شوية، بس برضو انا عمالة بأكد على ان انت ما تحطيش كتير علشان شعرك في الاخر ما يبقاش ملزق ويبقى شكله وحش. نخلي بالنا كويس جدا من نسبة الزيت اللي احنا حاطينها في ازازة السبراي دي. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم واستفدتوا منه، بس المفروض ان انتوا تستخدموا الحاجات دي وتستنوا عليها شوية وتتقلوا كده، ما تستعجلوش. هستنى الكومنتس بتاعتكم وتقولولي عملتوا ايه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.